فرق بين الفن والعمل فعليه فرق بشكل كبير. أكتر وهيبقى في تأثير إيجابي أكتر، لن يحدث تقدم إلا بالتعاون والوضوح. الوضوح هو أقصر الطرق للنجاح، وبالتالي لابد كلنا نبقى بنشتغل على صفحة بيضاء وواضح ما هي الأعباء الحقيقية في الصناعة وما هي التحديات اللي موجودة، بحيث إن إحنا نقدر نتحرك مع بعض ونشيل حاجة حاجة، بحيث إن نرجع تاني لمفهوم الريادة في صناعة الدخل. هناك تواصل مستمر ما بين الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين والكافة العاملين في هذه الصناعة. طبعا عشان نتقدم في ذلك لازم ناخد سلسلة الإمداد والتمويل، التمويل في كل مراحل الصناعة. أظن النهاردة تعرفوا جدا أن الدولة بتدي اهتمام كبير جدا للتنقيب عن الدهن، وابتدى يبقى عندنا مناجم حقيقية بتطلع كميات حقيقية. ليس فقط ذلك، ولكن كذلك عملية تقطير وتنقيب الدهن. الدهن اللي بيطلع خام في مصر بيتاخد يطلع بره ثم يرجع تاني لمصر ثم يبتدي نشغل، او بنستورد ذهب من بره عشان نشغل. هناك اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية بتعظيم القيمة المضافة، سواء بعد التنقيب بيبقى عندنا عملية التنقية بحيث يبقى عندنا نطلع الذهب ال24 او ال21 او السبائن، بحيث تبقى كل العملية بتتعمل في مصر، بالاضافة الى الاهتمام بمراكز التميز. ولأول مرة هتكلم هنا على كلمة مراكز التميز. النهاردة العملية ما بقتش عفوية، النهاردة العملية بقت معتمدة على تصميمات من اعلى مستوى ثم تكنولوجيات عالية جدا في إنتاج الداي أو القالب اللي هتشتغل بيه، ثم عملية الصب. وحضراتكم جميعا بتتمتعوا بالمعرفة في هذا المقام، وبالتالي يمكن هناك مبادرة من وزارة التجارة الداخلية والتمويل في ان احنا في نقاش مع وزارة الاسكان بحيث ان احنا نعمل مكان في العبور 20 فدان، بحيث يبقى متخصص كمدرسة تعليمية واعداد الكوادر بدون كوادر وبدون تدريب وبدون احترام للعلم لن نتقدم. العملية مش عملية بقى الصنايعي وواحد يقعد ونقعد 20 سنة عشان نكتسب خبرة، وهي موجودة وتتعلم ثم تطلع على طول تقدر تلاقي شغل وتلاقي كذا. ليس فقط مدرسة فنية لإعداد الكوادر، ولكن هيبقى في ورش تبع هذه المدرسة كذلك للتدريب العمل. ثم بعد ذلك هيبقى فيها مجموعة من الورش للسادة الصناع اللي يحب يبقى عنده ورشة في هذا المكان، ثم معرض على أعلى مستوى دائم طول السنة لصناعة الدهن. الكلام ده لابد لن يتم إلا إن إحنا جميعا نتعاون مع بعض، وإن شاء الله في القريب العاجل لنا قاعدة مع ممثلي صناعة الدهب في جمهورية مصر العربية عشان نحط النقاط على الحروف في هذا المقام. وأحب أقول لكم إن إحنا كوزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين شفتوا النهاردة 3/4 الشغل اللي انتوا هتشوفوه مفرغ. بالانجليزي اسمها ايه؟ هولو وورك. بالعربي شغل مفرغ مدفوخ.
هو مش منفوخ. هو مفرد. هو مش منفوخ. النفخ أحد التقنيات اللي أنت توصل. إنما هو ممكن يتصب بهذا المفهوم بأي كان الطريقة. إنما المهم مفرغ. كلمة مفرغ أيام زمان كانت الدمغة بالألم. وأنا بتكلم هنا في عقر دار صناعة الدهب. النهاردة إن شاء الله المفرغ ده لما ياخد دقة كده مش هيبقى موجود. ومن ثم إحنا خدنا مبادرة من قبل إن إحنا النهاردة بنتحول للدمغة بالليزر. ليس فقط عملية الدمغة بالليزر ولكن كذلك الكشف عن العيار وكده نون ديستراكتيف ميثود بطريقة غير تحطم الشيء. لكن برضو لو أنت خدت عينة وقطعت عشان تاخد تحلل الدهب هتبوظ المنتج المشغول. وبالتالي النهارده بنتجه نحو الاكس راي في التحليل والدمغه بالليزر. والكلام ده ليس بالبساطه دي ولكن هو تغيير اجرائي كامل لكل عمليات الدمغه والتحليل بالنسبه لها. ومن ثم هيبقى هناك نظام معلومات حضراتكم هتتربطوا بيه وحضرتك هتاخد معادك عشان تروح بمشغولاتك بالكمية اللي انت مقدرها بحيث الناس تبقى مستنياك. وبالتالي بنوفر وقت بنوفر تكلفة بنعظم استخدام التكنولوجيا المعلومات في رفع مستوى جودة المنتج. بالإضافة إن كل ما سوف يتم تسجيله بالليزر بيتصور أولاً ثم بيتم أخذ الكيو آر كود أو التكوين بتاعه بكل بيانات التشغيلة سواء اسم المصنع سواء التاريخ سواء العيار سواء التقنية المستخدمة سواء كل هذا. وبالتالي هيبقى المنتج مسجل ومعرض. ومن هنا مع الوقت هيبقى هناك قاعدة بيانات للمشغولات وما تم اعتماده من مصلحة الدمغة والمواطنين بحيث المواطن العادي في مرحلة قريبة جدا وقادمة يستطيع ان هو يكشف. وانا بقول اهو يكشف عن المنتج اذا كان ده مدموغ ولا مش مدموغ ولا كذا او مطابق للمواصفات او لا. إن لم نأخذ بالأسباب لن نستطيع أن نتقدم. والنهاردة بالذات أنا جيت في هذا المعرض والمؤتمر السنوي لصناعة الذهب. إن شاء الله نوعدكم إذا ربنا ادانا العمر العام القادم أن يكون 10 أمثال هذا المعرض. وأنا بقول 10 أمثال هذا المعرض حتى يمكن أن نضع مصر اللي عزيزة علينا وقدماء المصريين من أوائل الناس اللي اشتغلوا في الحلي واشتغلوا في الدهب ولا دال لغاية النهاردة شغلهم موجود وبنبص والعالم كله بيتفرج عليه. فإن شاء الله من هذا المكان ومن هذا التوقيت بنقول إن شاء الله مصر بينا جميعا تأخذ الريادة في صناعة الحلي والمجوهرات في الفترة القادمة بتعاون كافل المشاركين في هذه الصناعة وفي هذه التجارة وكذلك في الرقابة عليها بحيث ان احنا نضع النقاط على الحروف وترجع مصر رائدة في صناعة الدهب. انا بشكركم جدا وبقول لكم فعلا الملاحظ في هذا المعرض بارتفاع جودة التصميمات كذلك ارتفاع جودة المنتج ثم بيغطي أذواق كثيرة جدا سواء الغربي اللي مش بالغربي أو الشرقي والتقليدي الموجود أو القطع الأساسية من خواتم أو خلقان أو أساور أو سلاسل أو كذا. ومن ثم بدعو الجميع لزيارة هذا المعرض حتى يستطيع أن هو يلمس مدى التقدم الذي إن شاء الله بدأ اليوم وإن شاء الله يستمر حتى نأخذ هذه المرة أخرى في صناعة الذهب.